هنشتغل استراتيجيه اسمها استراتيجيه من سيحرز الهدف. تمام؟ عباره عن ايه يا مس؟ عباره عن ملعب، والملعب بتاعي انا مقسماه لفريق الاعداد الزوجيه وفريق الاعداد الفرديه. البنات هيبقوا هم فريق الاعداد الزوجيه، والولاد هيبقوا هم فريق الاعداد الفرديه. وعندي مجموعه من الكور على الترابيزه، كل كوره مكتوب فيها عدد. الولد هيطلع وهيختار، طبعا هو فريق الاعداد الفرديه، فيختار عدد فردي من الاعداد اللي موجوده هنا على الكوره. تمام؟ وهيلزقه، هشوف هل هو هيحرز الهدف في مكانه ويلزقه في مكانه، وهل الهدف اللي هو اختاره صح او غلط، يعني هل هو العدد اللي اختاره من الاعداد الفرديه او لا. تمام؟ طلع تمام؟ هيتسجل له النقطه، مش تمام هيخسر نقطه في فريق الولاد. متفقين؟ متفقين. ابتدي؟ اه. طيب نبدا الاول بتالا. يلا يا تالا، معاكي البريت، معاكي الكور، اختاري انت مجموعه الاعداد الزوجيه. نشوف هتحرز الهدف ولا لا. هي اختارت العدد 6. 6 من الاعداد الزوجيه؟ سبعة. جامدة، سبعة جامدة. برافو 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 برافو. يلا يا مالي، تختار الكرة بتاعتك وسجل هدفك، هنشوف هتسجله ولا ايه. والله يطلع اوت. مالك سجل العدد 3. الإجابة صحيحة. جامدة 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 جامدة. طيب دلوقتي هنختار بنت من فريق الأعداد الزوجية. يلا يا لينا، معاكي البريد، معاكي الكور، شوفي هتحرزي هدفك. مجموعة الأعداد الزوجية.
العدد الزوجي. تحطي العدد ايه يا فريدة؟ 222. الإجابة صحيحة. صفة جامدة، صفة جامدة، برافو عليكم. يلا يلا يا عمر، شوف مين اللي هيجيب اجوان اسرع واصح. يلا يا عمر، مجموعة الأعداد الفردية، احرز هدف لمجموعة الأعداد الفردية. العدد ايه يا جنة؟ 8. صفة جامدة قوي الجنة، برافو. ممتازين ممتازين. يلا عمر الولاد بسرعة، يلا يا عمر تعالي بص الجون. يلا مجموعة الأعداد الفردية، مجموعة الأعداد الفردية. العدد ايه يا عمر؟ 71. إجابة صحيحة، صفة حلوة، برافو. ممتازين. يلا يا كارما، يا كارما ها مين اسرع؟ مين فريق اسرع؟ يلا يا كارما بسرعه بسرعه، احرزي الهدف. يلا يا كارما برافو. العدد ايه يا كارما؟ العدد 4. مجموعة الأعداد الفردية. برافو يا مصطفى، يلا في الجون بقى يا مصطفى. يلا العدد ايه يا مصطفى ده؟ 83. الإجابة صحيحة، صفة جامدة أوي أوي أوي، برافو. في نهاية المسابقة بتاعتنا يا سنة تانية، لقينا إن فريق الأعداد الزوجية ماشي متعادل مع فريق الأعداد الفردية، وبالتالي الفريقين متساويين. صفة جامدة أوي، حلوة اللي